بسم الله الحمد لله إخوة الكرام، اليوم أريد أن أتكلم بالنسبة لفندق الحياة في التيسير. ما شاء الله دخلنا في هذا الفندق وهو مغلق، أصلا هو مغلق، وانظروا واحد نجمة والأوراق لهذا الفندق موجودة، ودفاع معدني واحد نجمة، هذا خزانة المفاتيح. انظروا غرف، انظروا غرف. فندق ممكن 5 سنوات يشتغل، وانظروا كيف ترتيب. ما لا تشاهدوا أنه لا يوجد ملف، لأنه فقط هذا فندق يشتغل فقط في حج، في حج ممكن في رمضان يفتحونه. لأجل هذا هو طول سنة هكذا على هذا الحال، ثم قبل الحج يأتون رجال ينظفون الغرف ويرتبون السرير، ويأتون بالحق السرير ويرتبون. أنا فقط دخلت اليوم، فتحنا هذا الفندق ودخلنا وصورنا، وأريد أن أقول لكم واحد نجمة، نجمة واحدة، ثلاجة موجودة، هذا مصلى موجودة، مصلى والمطعم موجود، وفندق اقتصادي، فندق اقتصادي. وإن شاء الله إن شاء الله تستفيدون قريب إلى الحرم، ممكن 1.5 كيلومتر، هذا في التيسير، بجواري فنادق كبيرة مثل أبراج كيس، ومثل أبراج التيسير، مثل لاند بريميوم. فمن يريد أن يسكن حجاجه اتصلوا بنا، ونحن نرتب لكم هذه الفنادق وهذه الغرف إن شاء الله، ونساعد لكم بقدر ما نستطيع. جزاكم الله خيرا، معكم نور وسرور، مكة سيرفيس.com.